السلام عليكم. بعد مباريات عجاف تذبذب فيها مستوى نادي أولمبيكا تشيرا وتأرجحت فيها نتائجه بين تعادل وهزيمة، ولأن دوام الحال من المحال ففرسان الأولمبيك تنفسوا الصعداء بتحقيقهم لفوز ثمين وضعوا به حدا لتلك النتائج السلبية التي لزمتهم في المباريات الأخيرة، فوز ضمضوا به جراحهم وعمقوا به من جراح الضيوف أبناء الحي المحمدي نادي الاتحاد البيضاوي بثلاثية مدوية افتتحها التومي بينما أكدها بن عدي واختتمها خخوش. السلام عليكم. تصرح مع صحيح قد ليس يسكر سيبادو دا كذا راح يسلكم الصوت نحا هلكم يميدنا بنينا باش تسلان من تيني كوني اي واحد تيغيد يفرح الرباح للفرقه اي نفرح سرس، ولكن هذه ديما غير كادر تربح غير لاسين ميت شانضاح تربيت دحتي غردين سين ميت شانضاح خسر من داح يعني زيد غير تشكرت والو يعني غادي نكون هذه وراح يسز ما قادر الرباحات غادي تنم زعما هذه يسحتس فيه السم غان تيغي كذا تيغي راح يخدم يخسر الرباح ضروري الرباحات ضروري على الاقل بعدا برا التيران تعادل برا داخل التيران يخسر تيتو ضروري 3 بوان ضروري غوا بعدا داخل التيران تيتو 3 بوان نتمنى نميت شاناد لي غمان كلشي احتراميات لي احتراميات لي انغوليد غان هادي احترام نميت شاناد كلشي خسر تنيت ان شاء الله تاني كي تسناد التورت لوبي يسخر ربي يدير علينا بلا الخير ان شاء الله. السلام عليكم. حنا من جماهير ديال اولمبيك تشيرا وكنساندو اولمبيك تشيرا وكنموتو عليها. البارح داروا واحد النتيجه طيبه وبغيناهم يستمروا في هذه النتيجه ان شاء الله، ماشي يخرجوا برا يخسروا يدخلوا عاوتاني يخسروا، خصناهم حنا بيناهم الصعود بينا نصعدوا ان شاء الله البروميان سيري باش ننافسوا الكبار الوداد والرجاء ونافسوهم. راه عندنا دراري واعرين تبارك الله وخصنا نتعاونوا معاهم ونساندوهم وديما اولمبيك تشيرا وديما اولمبيك تشيرا اولمبيك تشيرا في القلب، وان شاء الله التوفيق والخير والعطاء. السلام عليكم. كنشكر قناه الفجر على الفرصه اللي عطاتنا باش اننا نعبروا على الراي تاعنا كسكينه. ثاني حاجه هو ان المباراه ديال البارح برافو على الدراري، ولكن راه لا يعقل ان فريق يلعب على الصعود حتى هذا الميتشان يجيب نقطه. واخر حاجه كنتمنوا الصعود لفريق اولمبيك تشيرا ان شاء الله، واحد الرساله ديال اللاعبين وهو انهم يتقاتلوا، راه كلشي موفر لهم لا معنويا لا ماديا، يتقاتلوا راه بنفرحوا ان شاء الله هذا العام وديما اولمبيك تشيرا. السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى ان شاء الله فريق تشيرا تحت السوس امبارح مس الموسمات ان شاء الله يقدر يضرب حتى 3-0 يخسر بدا تربح ماشي بدا تربح هي الماتش تخسر الماتش نهدي خصنا ان شاء الله نتمنى تشيرا تغلسوا في لاسبر مين سيري، نتمنى ان شاء الله العام هذا الصعود. المهم انتني فريق تشيرا العمد تسكر عزمه كران لا مونتي تباري فوركين تاو ديك اللعبه ان شاء الله الا نحن مستوى حماس البريمير سيري نتمنى ان شاء الله تكمل حماس الموسم هذا كنا حضر بدا 102 البارح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حنا كوناد المدينه بين هذه الفرقه اللي طلع البريمير سيري هذه 3 سنين وما كينافسوا على البريمير سيري ما شفنا البريمير سيري لا والو، وبين هذا العام وكنطلبوا من المدرب يدير معنا شي حل وكنطلبوا حتى من اللعابه يديروا مجهود كبير يقدموا لنا مجهود كبير وحنا راه كنشجعكم حنا بينا بروميا سيري الله يرحم والدي. راه كاع الجمهور ديال تشيرا كيشجع، راه دابا سادينا التيرانات وما كرهناش نمشيو التيران ونحضروا المباراه، لكن هادشي اللي عطا الله الله يرحم والدي نتقاتلوا على هذيك بروميان سيري الله يرحم والدي. هو فوز عريض وثمين ذاك الذي حققه نادي اولمبيك تشيرا على حساب الطاس، اذ من شأنه ان يحرر الكتيبه التشيرويه من الضغط الذي طالها في الاونه الاخيره حيث جعل الفريق ينفرد بالمركز الثالث، الى ان كل هذا لن يشفي غليل الشعب التشيروي الذي كان ولا زال وسيظل يطالب بتحقيق حلم الصعود لقسم الاضواء. ميكروفون خالد بادو، كاميرا طه الدهموش، اخبار الفجر المغربيه، عتشيره.